السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو درت لكم فقرة مرشحة للبكالوريا في مادة اللغة الفرنسية عن لو رول دو لا فام الجيريان بوندون لا غير دو ليبراسيون، يعني دور المرأة الجزائرية في حرب التحرير، أو لا كونتريبيسيون دو لا فام الجيريان دون لا ريفوليسيون، في مساهمة المرأة الجزائرية في الثورة. إذا عجبكم الفيديو ديروا له لايك، ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ على بركة الله. Le rôle de la femme algérienne pendant la guerre de libération. دور المرأة الجزائرية أثناء حرب التحرير. Pendant la guerre de libération, أثناء حرب التحرير, la femme algérienne était présente en force, يعني كانت المرأة الجزائرية حاضرة بقوة, dans la lutte armée, يعني في الكفاح المسلح, contre l'occupant ضد المحتل. Elle a joué un rôle d'avant-garde, يعني لعبت دورا رائدا, à travers sa participation efficace dans la guerre, يعني عبر مشاركتها الفعالة في الحرب. D'abord, أولاً, sa contribution a été remarquable à tous les niveaux. يعني مساهمتها كانت ملحوظة في كل المستويات. Elle a préparé la nourriture et a cousu les vêtements aux مجاهدين. يعني هي حضرت الطعام وخيطت الملابس للمجاهدين. Ensuite, elle a soigné les blessés dans les hôpitaux secrets. يعني وعالجت الجرحى في المستشفيات السرية. Elle a pris soin des enfants et des veuves des martyrs واهتمت بأطفال وأرامل الشهداء. Puis, elle a assumé aux côtés de l'homme ses responsabilités à l'égard de la révolution. يعني وفرضت مسؤوليتها بجانب الرجل فيما يتعلق بالثورة. Il fit ainsi un soutien puissant pour l'époux et tous les membres de la famille. وكانت دعما قويا للزوج و كل أفراد العائلة. Aussi, elle renforça les rangs des mujahidin dans leur lutte contre le colonialisme. نوا قوت صفوف المجاهدين في كفاحهم ضد الاستعمار. En effet, la femme n'était pas satisfaite de rester à la maison. يعني المرأة لم تكن راضية بالبقاء في المنزل. Elle a pris les armes. يعني حملت السلاح. Et elle est allée à la montagne pour accomplir son devoir patriotique. يعني وذهبت إلى الجبل لتكمل واجبها الوطني. Mais elle fut exposée à de différentes formes de répression et de torture. ولكنها تعرضت للعديد من أنواع القمع والتعذيب. Comme Lella Fatima Soumer, حسيبة بن بوعلي, ملكة قايد, جميلة بوحيرت, etc. إلى آخره. Enfin, أخيراً, la révolution algérienne a atteint de nombreuses victoires. يعني حققت الثورة الجزائرية العديد من الانتصارات grâce à la contribution de la femme, يعني بفضل مساهمة المرأة, par son courage, يعني بشجاعتها, sa fermeté وصمودها, ses sacrifices وتضحياتها, pour la liberté et l'indépendance, من أجل الحرية والاستقلال. وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد ومع السلامة.